طبابة ألف مع سامي البيروتي. العيادة المسموعة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله مساءكم مستمعين ألف ألف أف أم في كل مكان. أهلا وسهلا فيكم أكيد في حلقة جديدة من عيادتكم المسموعة، برنامج طبابة ألف اللي يجيكم من الأحد للخميس في تمام الساعة الواحدة ظهرا. اسمعونا عن طريق الراديو مباشرة أو حملوا تطبيق ألف ألف أف أم من الأب ستور أو البلاي ستور، أو اسمعونا من خلال الموقع المباشر www.alfalfafm.com. لو حابين تشاركونا بأسئلتكم أو استفساراتكم تقدروا تواصلوا معنا على أرقام التواصل 011-61-61-100 011-217-85-85. ايضا اكيد تقدر تشاركونا عن طريق الاس ام اس على STC 851040، موبايلي 66-3-1-0-70-13-13، او عبر مواقع التواصل الاجتماعي ايضا على تويتر على الف الف اف ام. موضوعنا اليوم مهم في عيادتكم المسموعة طبابة ألف، رح يكون عن الجلوكوما أو الماء الأزرق أو الماء الأسود، مختلف المسميات أكيد، لكن هو المرض واحد. رح نتعرف على كثير من التفاصيل تخص هذا المرض. إيش هي الجلوكوما أو الماء الأزرق؟ من إيش أو إيش مسبباته؟ ما هي أعراضه؟ وهل تظهر هذه الأعراض على المريض؟ كيف يتم تشخيصها من قبل الأطباء وعلاجها أيضا؟ وأكيد لو في طرق وقاية فإحنا دائما نسعى إليها. تفاصيل كثيرة رح نتعرف عليها من خلال الدكتور براء فحام، استشاري جراحة القرنية والليزك وتصحيح البصر في مركز البطل للعيون في جدة. مساء الخير دكتور براء. مساء النور سامية، أهلا وسهلا فيك وكل المستمعين. يا أهلا وسهلا فيك دكتور براء. طبعا فعلا موضوع مهم، لأنه زي ما دائما بنقول العيون يعني بالنسبة للإنسان شيء جدا مهم، فرح نتكلم أكيد في الأمراض الأكثر شيوعا وانتشارا اللي تخص العيون. بداية الجلوكوما أو الماء الأزرق أو الماء الأسود، إيش المقصود فيه؟ الجلوكوما أو المعروف مثل ما قلتي حضرتك هو الماء الأسود، شائع بين الناس تعريفه الماء الأسود أو الماء الأزرق. هو عبارة عن حالة بيكون فيها إصابة في العصب البصري، عصب العين، مرتبطة بشكل أساسي أو غالب الوقت مرتبطة بحدوث ارتفاع في الضغط داخل العين. طبعا الضغط داخل العين يعني في ممكن الناس تسأل، إنه بيجيني كتير مرضى بيسألوني إنه دكتور العين كمان ليها ضغط؟ إيش هو بالضبط؟ أو بيفكروا إنه هل هو مرتبط مثلا بضغط الجسم مثلا؟ لا، ضغط داخل العين هو شيء مستقل عن الضغط داخل الجسم، أحيانا يتأثر بضغط الجسم ولكن بشكل قليل جدا. طبعا الضغط داخل العين نشبهها زي مثلا العين هي كرة، تمام، في بداخلها في لها سطح، في بداخلها كعين سوائل أو سائل معين، السائل اللي بتنتجه العين بيعمل نتيجة وجود السائل هذا جوا العين بيعمل ضغط على العين من الداخل. طبعا هذا الضغط بشكل طبيعي هو موجود، ولكن في بعض الأحيان يكون مرتفع لعدة أسباب رح نتكلم عنها لاحقا، ولكن بشكل عام الضغط داخل العين هو معناه أن وجود سائل داخل العين يحافظ على شكل العين أو يعطيها تشكيلها. يعني لو ما في ضغط داخلها العين كانت بتصير منخمصة وما بيعود فيه لها شكل الكروي اللي المعروف واللي بنشوفه حاليا. صحيح. طبعا هذا الضغط بينشأ نتيجة مثل ما قلنا إفراز سائل معين هو يدعى الأكيوس هيومر أو هو السائل المائي أو الخلط المائي، يفرز من بآليات أكتيف وباسيف فورميشن للضغط، بيكون بيتاخذ من السوائل الموجودة في بلازما الدم يعني بشكل عام. من الدم في شيء اسمه البارس بليكاتا، فيها ظهارية غير مصطبغة بتاخذ بعض المواد من الدم اللي بيعدي فيها. البارس بليكاتا هي عباره عن جسم الهدبي الموجود داخل العين بالقسم المتوسط من العين، تسحب السوائل من البلازما او من الدم
بتسحب منه أشياء معينة وبتحطها داخل العين، بتنقيها وبتحطها داخل العين. طبعا هذا السائل المائي له وظائف متعددة، منها تغذية أنسجة العين من الداخل خاصة القرنية بقسمها الخلفي، له بيحافظ على شكل العين، بيعطي شكل العين، بينقل الضوء إلى داخل الشبكية، بيخلي الضوء يتركز داخل الشبكية، فيه له عدة وظائف. هلا هذا مثل ما قلنا هاي أريد إفرازه، ولكن في أيضا مثل ما في إفراز، يعني لو كان فقط إفراز 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 راح العين ما راح تتحمل هالشيء هذا، فلازم يكون في مكان للتصريف أيضا. صحيح. يعني بعد ما يدور داخل العين بيكون في مكان معين يخرج منه خارج العين، هذا المكان اللي بيخرج منه خارج العين تقريبا 90% منه بيخرج من زاوية العين اللي هي اللي بين القرنية وبين القزحية. طبعا هاي الزاوية اللي اسمها فيها شيء اسمه الترابيكيولار ميشورك أو الجويئز أو التربيق بالعربي، شوي اسم مصطلحات صعبة شوية طبية، لكن بيكفي المستمع يعرف انه اسمه بزاوية العين. صحيح. 90% منه بيطلع الى الخارج بآلية معينة بحيث يحافظ على ضغط داخل العين بين الافراز والتصريف بحدود 16 مليمتر ميركوري اللي هو 16 مليمتر زئبقي زائد ناقص 5، يعني بين 11 و21 تقريبا. هاي هي الضغط الطبيعي داخل العين. العين واللي لا يجوز يكون أعلى من هيك، وغالبا ما بيكون أقل من هيك، نادرا ما يكون أقل من المقدار هذا. مقدار حلو. طب بالنسبة للجلوكوما هل لها أنواع مختلفة؟ لهذا المرض فيه أكثر من نوع. تماما أحسنتي، في عدة أنواع. لا ممكن إحنا التقسيم نقول هذا تقسيم عقلي حاصر، خلينا نقول اسمه، يعني منقسم دائما الأشياء عفوا نقسم الأشياء إلى أقسام. يعني مثلا الجلوكوما في له نوعين، مثلا ممكن يكون نوع ولادي، في نوع تطوري او يعني بيجي مع العمر. نوع ولادي خلينا نقول الخلقي يعني، وفي نوع المكتسب. في مثلا انواع البدئي يعني ما بيكون في سبب قبلها سبب عيني، ما بيكون في سبب قبلها مرض. وفي نوع ثاني للجلوكوما هو نوع اللي بيجي بعد مرض معين بيصيب العين. مثل مثلا ولنفرض مثلا التهابات داخل العين كذا، ممكن هاي يصير بعد منها جلوكوما. في مثلا ممكن كمان نصنفها لشيء له علاقه مثلا انه نقول سبب داخل العين وسبب خارج العين كمان. هاي كمان في عدة تقسيمات يعني. بس الشيء الاشياء انه البدئي اللي هو بيكون سببه مرض داخل العين، والثانوي او سبب ما في له مسبب سابق، والثانوي اللي هو سبب بيكون في قبل منه مرض اصاب العين وبعد من تطور وعملنا اثر على هذا المرض وادى الى جلوكوما. تمام صحيح. طيب في هذه النوعين هل في او بشكل عام لمرض الجلوكوما هل يكثر الاصابه بهذا المرض في سن معين؟ صحيح. السؤال جيد. هلا نحن بشكل عام المكتسب واللي يكون بدئي غالبا يظهر هو اشع الانواع، ويظهر عاده بعد تقدم في العمر، غالبا ما لا يظهر قبل 40 سنه من العمر. يعني عمر 40، فلذلك دائما فوق 40 سنه يفضل دائما كل الناس يعملوا سكرينينج، يعني يعمل المسح لكل انسان عمره فوق 40 سنه، يراجع عياده العيون، يعمل فحص للعصب، يعمل قياس ضغط العين، ساحه بصريه، عشان نشوف اذا في اي مشكل مباشره يتم علاجه. خاصة بركز كتير كتير هون، إذا في أحد من أسرته أو من المقربين منه في عنده كان قصة إصابة بجلوكوما أو يعني الزرق أو المي السوداء أو المي الزرق بأي سبب كان، هذا كتير بيرفع الاحتمالية أنه حدوثي يعني إصابة. يعني التاريخ الوراثي ممكن يلعب تماماً دور. تماماً يلعب دور كتير كبير، فبيكون هذا عامل خطورة عالي. وجود عامل وراثي مع التقدم في العمر، هذا عامل خطورة بيخلي احتمالية الإصابة لا سمح الله أكثر من غيره من الناس. ممتاز. مستمعينا أكيد رح نكمل معاكم موضوعنا اليوم في طبابة ألف عن الجلوكوما أو المياه الزرقاء، لكن فاصل بسيط وراجعين، خليكم على السماء. مع سامي بيروتي العيادة المسموع. أرحب فيكم من جديد مستمعين طبابة ألف، مكملين أكيد موضوعنا مع دكتور براء فحام عن الجلوكوما أو المياه الزرقاء. طبعا أكيد لو حابين تتواصلوا معنا وتطرحوا أسئلتكم واستفساراتكم راح تتواصلوا معنا على أرقام التواصل 012-61-61-100 012-1-17-85-85 أو أنكم ترسلوا الاستفسار والسؤال على
ارقام الاس ام اس STC 851040 موبايلي 66301 وزين 701313. قبل فاصل دكتور براء كنت تكلم تحديدا عن العمر اللي ممكن تكثر فيه الإصابة بمرض الجلوكوما. بالنسبة للأعراض، هل في أعراض واضحة لهذا المرض بتظهر على المريض؟ أي من هذه الأعراض هو يقدر يستنتج أنه هو مريض بشيء معين؟ تمام، سؤال حلو. احنا تكلمنا أول أنه في أنواع مختلفة للجلوكوما. صحيح. طبعا هذا الشيء بيتبع لنوع الجلوكوما اللي مصاب فيها المريض. النوع اللي مثلا النوع اللي بيكون في نوعين الأهم أو الأشياء أو الكذا، اللي هني البرايمري أنجل كلوجر جلوكوما والبرايمري أوبن أنجل جلوكوما، واللي هو الزرق أو الجلوكوما مفتوح الزاوي ومغلق الزاوي. مفتوح الزاوي طبعا هو شائع كتير، عادة بالعمر بيكون 60 سنة تقريبا، بيكون أعراضه جدا 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 خفيفة، حتى في منه أنواع، هو عادة بيكون في منه أنواع، في منه حتى نوع بيكون ضغط العين فيه طبيعي حتى. هذا الشيء بيخلي جدا من الصعب بمكان أنه الإنسان يقدر يحس على حاله أنه في عنده مشكلة. لذلك نحن ننصح بالسكرينينج، أنه يعمل دائما قياس مثل ما أن البيريمتري الساحة البصرية، يعني ممكن الرؤية كلها ما تأثر، يعني قوة البصر ما تأثر. اللي بيتأثر مثلا ممكن شوية تأثر في الساحة البصرية المحيطية، ممكن يشوف شوية تغيرات في الساحة البصرية في محيط الرؤية وليس في مركز الرؤية. فلذلك لازم نعمل فحص فوق 40 سنة. طبعا بنعمل له البيريمتري وهو الساحة البصرية، وبنعمل صورة للعصب البصري، وقياس طبعا ضغط العين. يعني حتى ضغط العين لوحده ما بيكفي، يعني ضغط العين لوحده ممكن يكون طبيعي، ممكن يكون نورمال، بس هذا بيكون المريض عنده أحيانا، بعض المرضى، يعني في عندي كثير مرضى عندهم شيء اسمه نورمال تنشن جلوكوما، واللي هو ضغط طبيعي تماما 21 وحتى أقل، ومع ذلك في عندهم جلوكوما. يعني الجلوكوما هي بحد ذاتها، هي مش الناس عندهم فكرة أنه هي الجلوكوما هي عبارة عن ارتفاع ضغط العين، هي لا، مش ارتفاع ضغط العين، هي عبارة عن أذية في عصب العين مترافق، أو أذية في عصب العين والساحة البصرية، وعادة بيكون العامل المتغير فيها هو أو الذي يمكن السيطرة عليه أو التعامل معه فقط هو ضغط العين. ضغط العين. أيوة، بيكون مرتفع. فنحن بيكون شغلنا كطبيب أنه ننزل ضغط العين مشان نقدر نسيطر على المرض قدر الإمكان، واللي هو بيكون عندنا شيء بنحط بالبلان تبعنا أو الخطة تبعيتنا، يكون في شيء اسمه تارجت بريجر أو الضغط المستهدف، مثلا أنه وصل لضغط معين هذا أو أنزل الضغط لعنده عشان إيش يكون يقلل الإصابة الألياف العصبية. لأن هي بآلية هي شغلة كتير مهمة مشان يعرفوها الناس اللي عم يسمعونا، أنه الضغط العين لما بيرتفع فوق حد معين، الألياف العصبية اللي مش شيء بنسميه بالشبكية النير فايبر لير، واللي هي طبقة الألياف العصبية طبقة رقيقة كتير، ارتفاع الضغط فوق مقدار معين بيأذي هذه الطبقة. طبعا هذا الشيء بيختلف من شخص لشخص ومن عين لعين. لذلك في بعض الناس بيكون الضغط عندهم سليم ضمن المعايير الطبيعية اللي احنا قلنا عليها اللي بين 11 و 21، ولكن مع ذلك بيكون في تنصاب هالألياف هاي العصبية وتتأذى. لذلك احنا وظيفتنا انه ننزل ضغط العين الى الحد اللي ما بيعمل أذية لهذه الألياف. فممكن يكون ضغط، حتى لو كان ضغط احيانا ممكن يكون 18، ممكن يكون 19، ومع ذلك في اذيه بالالياف. هاي بتبين معنا طبعا بالصور اللي بنعملها والقياسات الاو سي تي او الهايدلبرغ او اي نوع من انواع السكانينج اللي ممكن تنعمل، وبيبين معنا انه هالالياف هاي متاذيه، فبنعمل شو بنقوم فيه، بنعمل تخفيض لضغط العين لحد كتير كتير منخفض، بحيث انه هالألياف هاي ما تتأذى بعد هيك، فمخفف كتير من تطور المرض. طبعا في شغلة كتير مهمة، انه الجلوكوما لما بيصير خاصة الجلوكوما عند الكبار في العمر، هذه ما لها علاج، يعني علاجها ممكن يكون أطرى طول العمر، او مثلا ممكن نعملها عملية مثلا، ولكن بعد فترة ممكن يصير فيه مثلا فيها تراجع او يصير فيه شيء. فهو مرض للأسف يعني على المدى الطويل ما هو جيد يعني للعين. فذلك دائما بده متابعة وبده مراقبة، وبدنا نحاول قدر الإمكان نخفف من شدة المرض وتطور وترقي الحالة. طيب بما أنه في تطور لهذا المرض أو خطر واضح لهذا المرض، هل نعتبر أنه هو في مراحل؟ يعني إذا في البداية ما كان في أعراض واضحة، ممكن مع التقدم في المرض وقتها تطلع فيه أعراض؟ صحيح، أكيد. المرض ما دام عم بيترقى عم بيأثر على عصب العين والألياف العصبية اللي هي مسؤولة عن الرؤية ونقل الصورة من العين إلى المخ.
لما بيصير في عنا تأذي بأعصاب العين لدرجة معينة فبتعود تظهر أعراض بصرية. الأعراض البصرية هاي طبعا هذا نحكي بنوع معين اللي ما بيكون فيه خلينا نقول أعراض الألم والكذا بيكون موجود هذا بالمفتوح الزاوية. المغلق الزاوية لا، مغلق الزاوية في له أنواع بيكون ما فيها أعراض، في نوع بيكون فيه أعراض وأعراض شديدة جدا، يعني مثل مثلا ممكن المريض يصير عنده ألم شديد نتيجة ارتفاع ضغط العين إلى حد بين 50 والمية مليمتر ميركوري مليمتر زئبقي، بيصير في عنده بيشوف حول الأنوار أحيانا إذا كان ما في ألم ممكن يكون بس أعراض عبارة عن رؤية شيء مثل قوس قزح، حالات قوس قزح حول الأنوار. ممكن يشوف أحيانا شيء مسميه سموكي اير بالغرفة، بيشوف مثل كأنه في دخان أو سحب دخان بالغرفة، هي نتيجة أنه ارتفاع ضغط العين بيكون شيء، ولكن بيكون إيش ما هو مؤلم ما مسوي له ألم أحيانا. وأحيانا بيكون مترافق مع ألم، يعني هي شغلة يعني في فاريشن كتير كبير، يعني في تغير شديد بالأعراض من حالة لحالة، ما في شيء ثابت لكل أنواع الزرق. هاي شغلة كتير كتير مهمة. بس بالأعراض الشديدة بتكون يعني مزعجة جدا جدا هي موضوع بالجلوكوما المغلق الزاوية أو الزرق مغلق الزاوية، هاي بيكون فيه أعراض شديدة طبعا، وفي بيكون فيه لها عوامل يعني بتحمل أو بتأهب لحدوث الحالة. يعني مثلا اللي بيكون في عندهم طبعا في عوامل بالأساس مساعدة، بيكون مثلا العين حجمها أصغر من الطبيعي، المرضى غالبا بيكونوا عندهم طول نظر، بيكون في عندهم بنية العين شوي صغيرة أصغر من الطبيعي، فهدول مثلا أحيانا الرؤية المشاهدة التلفاز أو الموبايل شاشة الموبايل بغرفة بظلام، في كتير ناس مثلا عندهم العادة هاي مثلا بيحبوا يتفرجوا على التي في أو مثلا يشوفوا أو يقعدوا حتى على الجوال. أنا كتير مرضى بيجوني احنا عم بيشكوا مثلا خاصة صغار قاعدين مثلا حاطين الجوال والغرفة كلها ظلام، صحيح. هذا بيؤدي توسع الحدقة وبالتالي إغلاق حدوث يعني بيصير في عنا بلوك، فهذا البلوك اللي بيصير بيؤدي لحدوث إيش هجمة زرق، لأني ما بقى في ما بيعود فيه تصريف للسائل اللي عم بينفرز. طبعا هذا مو عند كل الناس، عند بس الناس المؤهبين او اللي عندهم يعني ايوه تماما. في اسباب مثلا غير هالشغله هي، مثلا ممكن يكون يصير في عندهم هن كمان المرضى غالبا بيكونوا اناث واعمارهم بتكون كبيره، اللي بيصير عندهم هالشيء هذا بيكون عمرهم فوق 60 سنه، ومثل ما قلنا ممكن تكون توسيع حدقة الدواء يعملها. ممكن بعض الأدوية أحيانا اللي بياخدها بعض المرضى كمان تؤدي لحدوث هالمشكلة هاي. فيعني هاي كلها بتبين لما بيجي المريض بيراجع مثلا وبيعمل فحص لعيونه وبيطمن عليه عن طبيبه، بيكون هالأمور هاي كلها واضحة قدامه إن شاء الله. إذا ضغط العين تحديدا ما نقدر نقول إنه هو سبب رئيسي، هو ممكن برضو زي ما قلت هو عامل متغير. وإذا أيضا برضو التاريخ الوراثي العائلة أيضا ممكن تكون شيء نعمله أو نحطه في بالنا وحسابنا. تماما تماما، هذا من أهم الأسباب اللي بتخلي الواحد لازم بسرعة يراجع. حلو، فما طبيعي. نقدر برضو نقول في نفس الوقت انه في سبب اسباب واضحه. تماما، لا ما في اسباب واضحه الا في حالات الولاديه اللي بتكون مثلا خلقيه، اللي بيكون يعني بيولد الطفل وفي عنده مشكله في زاويه العين، زاويه العين بتكون مسكره بشكل كامل، في انسجه مسكره العين، هذا هو سببه، بيكون سبب ولادي. اما في بعض باقي الانواع مثلا مثل النورمال تنشن جلوكوما او هو الزرق السوي الضغط، ضغط العين فيه يكون سوي او طبيعي، هي الألياف العين بحد ذاتها حساسة زيادة عن اللزوم يعني لأي تغير، عرفت كيف؟ فهذا بيكون عنده سبب ما بيكون واضح، ما بينتبه عليه المريض للأسف. 50% من الحالات بتكون بتمر بدون ما ينتبه للمريض أبدا، من اللي بيراجع فيها طبيبه لمرحلة متأخرة من المرض لأنه يعني بيكون ما منتبه على حاله، وهون بيكون صراحة صار الوضع جدا جدا متردي وعلاجه صعب جدا بيكون. ممتاز. مستمعينا أكيد تقدروا تشاركونا في الجزء القادم من حلقة طبابة ألف لليوم بطرح أسئلتكم واستفساراتكم على الدكتور براء فحم على 0121-61-61-100 0112-17-85-85 أو تشاركونا عبر أرقام الأسم أس على STC85-1040 موبايلي 66-3-1 وزين 70-13-13. فاصل بسيط وراجعين، خليكم على السماء.
طبابة ألف مع سامي بيروتي العيادة المسموعة. في هذا الجزء من الحلقة راح نبدأ نستقبل اتصالاتكم مستمعينا واستفساراتكم للدكتور براء فحام استشاري جراحة القرنية والليزك وتصحيح البصر في مركز الدكتور بطل للعيون في مدينة جدة على 011-261-161-100 011-2-17-85-85 أو راح تشاركونا عبر أرقام الاسمس على STC 851-040 موبايلي 66-3-1 وزين 70-13-13. نروح على اتصال الأخ سعد نقول ألو مساء الخير. السلام عليكم. مساء النور. وعليكم السلام يا هلا فيك تفضل. مساكم كيف حالكم طيبين؟ الله يسلمك يا رب يا هلا فيك. شكرا لك يا أختي مع ولا الزملاء العاملين في الإذاعة الجميلة هذه. يا أهلا وسهلا فيك تفضل أخوي. مساء على الدكتور براء. حياك الله. أهلا سعد. الله يحييك كيف حالك طيب؟ بارك الله فيك الحمد لله شكرا. الله يبارك فيك. بالنسبة عندي سؤال دكتور. بسأل عندي الوالدة طبعا سبق سوت العملية اللي هي سحب المويه البيضاء تمام من العينين. بعدين بعد متابعة الفحوصات المعتادة صار قال احتمال اللي هي المويه اللي هي الزرقاء. السؤال دكتور طبعا يقولون بنتأكد من العصب او تحمل العصب او زي كذا, ما المقصود بالشيء هذا في اجراء العمليات؟ هذا اولا السؤال الاول. طيب عفوا دكتور السؤال الثاني بتفضلت وذكرت دكتور براء بأن المسح العين اللي هو الدوري ما المقصود به؟ يعني هو المسح الطباعة الطبوغرافية للعين أو المسح الكشف المعتاد للعيون؟ تمام. شكرا لكم جميعا. يعطيك الف عافية أخوك. أخوي سعد تفضل. بالنسبة لي سؤاله الأول, بالنسبة لسؤال الأخ سعد, إذا هم شاكين الأطباء حق الوالدة الله يحفظها شاكين بمشكلة في العصب, فهم بيقصدوا أنه يعملوا تصوير للعصب اللي هو تصوير مقطعي العصب اللي اسمه OCT أو في شيء اسمه الهايدلبرغ اللي هو عبارة عن قياس أيضا للألياف العصبية, طبقة الألياف العصبية الموجودة في العين, عشان يحددوا إذا متأثرة في بالضغط ولا لا, أو إذا كانت طبيعية أو غير طبيعية. ممكن أيضا يعملوا البريمتري واللي هي عبارة عن الساحة البصرية واللي هي تعطي مشعر أنه في أذية في الألياف العصبية ولا ما في أذية ولا أذية, وبيحددوا أيضا كمان درجة أو مقدارها أو بأي مرحلة. طبعا هذا الشيء اللي تكلمنا عنه موضوع المسح, مش ما المقصود مسح طبوغرافي, المقصود فيه أن يعمل فحوصات عند الناس معينين اللي هني مثلا فوق 40 سنة. كل الناس لازم يراجعوا مشان يشوفوا إذا في عندهم مشكلة في ضغط العين أو عصب العين أو الألياف, طبقة الألياف العصبية أو الساحة البصرية. هذه فحوصات نعمل بشكل دوري وحسب تخيف المريض لمريض, ودائما يفضل أن يعملوها بشكل مبكر أكثر اللي في عندهم قصة عائلية من الإصابة بهذا المرض. هذا بشكل عام يعني. ممتاز. اتصال من ثاني من الأخت أوصاف. مساء الخير. ألو. السلام عليكم. وعليكم السلام. يا هلا وسهلا تفضلي. خير سامي. مساء الورد. يعطيكم العافية إن شاء الله. يعافيك يا رب. بالنسبة لسؤالي للدكتور, أنا لي إحدى القريبات عندها موية زرقاء في عيونها, سوى عملية تفريز, لكن أحيانا يرتفع ضغط عندها في العين إلى حدود 20-18 درجة إلى 20. ما أدري يعني السبب في ارتفاع ضغط العين. أحيانا يكون في عينها حمار ويعني يتحكها باستمرار يعني, وهل يعني السكر وارتفاع ضغط الدم له علاقة بوجود المية الزرقاء في العين؟ وهي تقرأ وتكتب, هل هذا يؤثر عليها؟ كم عمرها؟ شكرا يعطيكم العافية. كم عمرها؟ نعم العمر يعني حول 60 كذا. والعملية اللي عملتها تصريف عادي ولا في صمام مزروع صمام العين ولا ما عندك فكرة؟ لا هي كذا ثقوب يعني تفريز في الموية. إيه عملية عادي, عملية جراحية طبعا. أيوة جراحية. تمام. طيب هلا ارتفاع ضغط العين بعد العمليات ممكن يصير في بعض الاحيان. طبعا نحن في عندنا مثل ما حكينا اول انه في عندنا شيء اسمه تارجت بريجر اللي هو الضغط المستهدف اللي لازم احنا نوصل له مشان ما يصير في اذيه
بالألياف العصبية. طبعا وصول العشرين لمريض عامل ترابيكيلوكتومي اللي هي عملية التصريف العادية واللي هي معناها في العربي خزع التربيق أو خزع زاوية العين يعني. هذا الشيء كتير لازم ما يوصل للعشرين، عادة بيكون الضغط يعني أقل من هيك. إذا أحيانا عم يوصل للعشرين بيكون لأسباب معينة، إما مثلا عم بيصير في مثلا شيء بيسد مكان الخروج أو كذا، ممكن هذا الشيء علاجه. طبعا تقرأ وتكتب عادي طبيعي جدا، ما في أي مشكلة، لازم بالعكس يعني إذا كانت عمليتها جيدة بتحسن تعيش حياتها تمارس حياتها الطبيعية إلا بعض المحظورات يعني. طبعا بالحالات هذه اللي بيكون فيها بس عم معمول عملية تصريف بيكون في عنا شيء اسمه سبتينون سبيس اللي هو طبقة تحت بياض العين فيها شيء اسمه بليب. هذا البليب هو عبارة عن منطقة هيك تكون منفوخة شوي، هي اللي بيجي السائل داخل العين بيتصرف لإلها، لأن نحن مثل ما قلنا بعملية الخزع الزاوية أو عملية الزرق التقليدية بيتم إجراء مجرى فيستولا اللي هو يعني نافذة أو ناسور، بنعمل من داخل العين إلى الطبقة الموجودة تحت الطبقة السطحية تحت التينون أو تحت ملتحم التينون. فهذا الشيء بيخلي الضغط ينزل، ضغط العين الداخلي إنه يتخفض. فبدأ الشغل يعني بدأ دائما الحالة دائما بحاجة لمتابعة مع طبيبها. ممكن بعض المرضى يحتاجوا أطرات مشان تخفيض ضغط العين بعد حتى بعد العملية، يعني الشغل متغير من شخص إلى آخر. أذكركم مرة ثانية مستمعينا برقم الاتصال لو حابين تطرحوا أي سؤال أو استفسار، 012-61-61-100 011-217-85-85. في عندنا استفسار على SMS يقول والدي عمره 63 سنة عنده كسل قرنية في العين اليمنى وما يشوف فيها تقريبا، وهذا من هو صغير. وقال للطبيب أنه عينه امتلأت بالمياه الزرقاء وهو هذا الشيء ما لاحظه لأنه ما يعتمد على هذه العين كثير يعني. فكان سابقا قبل 7 سنوات عمل عملية لعينه اليسرى بالليزر أيضا مياه زرقاء وعادت كما كانت، وضعها جيد والحمد لله. هل من خطورة على عينه اليسرى بسبب وجود المياه الزرقاء بالعين اليمنى؟ وهل المياه الزرقاء راح تنتقل من العين اليسرى إلى العين اليمنى أم لا؟ هلا أول شيء الانتقال، ما في انتقال من عين لعين، ما بيصير في انتقال مرض من عين لعين. تمام. هاي الشغلة الأولى. الشغلة الثانية إنه مدام هو في عنده ظهر مي زرقاء أو مي والجلوكوما يعني بعين، احتمالية إنه يظهر بالعين الثانية بيكون شوي مرتفع. هو يقول إنه أوريدي ظهر. طبعا العلاج بالليزر شيء جيد، بيتعالج خاصة مرضى البرايمري أوبن أنجل جلوكوما ممكن يتعالج، وفترة الاستجابة للليزر ممكن تطول عند بعض المرضى في بعض الحالات بيستفيدوا عليها أكثر من غيرهم، ممكن تطول بين 5 إلى 10 سنوات بعد منها ممكن بحاجة لعلاج آخر يعني. هاي إذا كان مرضى زرق مفتوح الزاوية. مرضى زرق مغلق الزاوية بس بمجرد إجراء خزع للقزحية، خزع محيط للقزحية، بينزل ضغط العين مباشرة وما بيعود في داعي إن شاء الله لأي إجراءات أخرى غالبا. فحسب نوع الإصابة اللي هو عندي، هل هو زرق مفتوح الزاوية ولا مغلق الزاوية. إذا مغلق الزاوية ممكن طبعا عند والده عادة بيعطي آلام شديدة، إذا ما بيعطي آلام فغالبا ما هو مغلق الزاوية. طبعا كأذية في العين الضعيفة عند الوالد، هذه الأذية لا يجب أن تعالج بغض نظر أنه عين بيشوف فيها ما بيشوف فيها، ولكن يجب أن تعالج حتى ما تؤدي لمشاكل بعدين في شيء غير موضوع الرؤية، في موضوع كمان الألم. يعني إذا ارتفع ضغط العين أحيانا إلى درجة كتير عالية ممكن يعمل آلام شديدة غير متحملة وعلاجه بيكون صعب شوي. فلا، خلينا نعالجها ونلحقها، بيكون أفضل بكتير. حلو. بما أننا نتكلم من نقطة العلاج تحديدا دكتور براء، ففي حال تم اكتشاف المرض إن كان مبكرا أو متقدم الحالة، خلينا نتكلم على مبكرا دائما. تمام. كيف يتم علاجها؟ العلاج بشكل أساسي أولا يبدأ بالعلاج الدوائي. عبارة عن القطرات تستخدم موضعيا بتنزل ضغط العين. طبعا في انواع كثير لاطرات التنزيل او خفض ضغط العين. في عنا الافضل واللي هي منتشره بشكل كثير كبير، وهي بصراحه بتنزل ضغط العين بشكل كثير جيد، اللي هي البروستاجلاندينز. في انواع اللاتانوبروست والترافوبروست والبيماتوبروست. طبعا وفي اثرها الجانبي جدا جدا قليله، هاي الميزه اللي فيها، ما بتعمل تاثيرات جهازيه غالبا، ومحدوديه استخدامها قليله يعني
فقط في الحالات مثلا بيكون فيها التهاب داخل العين او بيكون كذا ما بيصير استخدامه. في طبعا انواع ثانيه للاثرات مثل عندنا مثلا البيتا بلوكرز واللي هي بتنزل ضغط العين عن طريق حصر بعض المستقبلات بيتا 2 بيتا بلوكرز اللي هي موجوده داخل العين فبتقلل من افراز الخلط المائي. البروستاجلاندينز بتزيد تصريفه, هاي البيتا بلوكرز كمان شائع جدا وبتخفض من افرازه. طبعا في ادويه كمان موجوده في السوق اللي هي عباره عن كومبينيشن, يعني هي عباره عن اتحاد او اطره واحده فيها بتلاقي مثلا نوعين فيها البروستاجلاندين والمع البيتا, فبتزيد التصريف وبتخفف الافراز. بتعطي نتائج جيده جدا. طبعا في شغله, طبعا في عندنا شيء كمان الفا 2 اجونيست اللي هي كمان نوع ثالث, في شيء اسمه الكربونيك انهيدراز انهيبيتورز بتخفض ايضا التصنيع. في شغله كثير مهمه بدنا نحكي فيها بموضوع الاطرات بشكل عام, اطرات الجلوكوما, انه مع الوقت بيقل مفعولها للاسف. فبعد عده سنوات من استخدام الاطرات بنلاحظ انه تاثيرها صار يخف, فبيحاجة المريض انه نغير له اياها او نعطيه شيء ثاني او تماما. طبعا هاي بالنسبه للعلاجات الدوائيه. طبعا العلاجات الدوائيه في بعض الانواع في لها محظورات, مثل مثلا البيتا بلوكرز مثلا لازم ما يكون في عنده مثلا المريض ربو او ما في عنده مشاكل قلبيه او كذا بتاثر عليه, لانه يعني في كثير قصص هاي. ايوه تماما, بيعود بياخذها كلها الطبيب بالقصه المرضيه يعني بيتكلم مع المريض. اكيد بالنسبه للعلاجات الدوائيه هاي هي, وانه بيخف تاثيرها مع الوقت. في اشياء ثانيه مثل العلاجات الليزريه. طبعا العلاجات الليزريه في انواع كثيره كمان للليزر, وبتختلف كمان اختلافها حسب الحاله. يعني مثلا المفتوح الزاويه, زرق مفتوح الزاويه بيتم علاج مثلا ممكن بالارجون ليزر, بنعمل شيء اسمه ترابيكولوبلاستي. في مثلا الاس ال تي واللي هو كمان بنعمل بهالحالات هاي. في الهاي فريكوينسي ليزر كمان بنعمل, ما بيأثر على ما بيعمل حرق مثلا بالزاوية العين, وكمان في اثار جيده يعني. في طبعا بحالات الزرق المغلق الزاوي مثلا ممكن اجراء خزع للايريس بشكل محيطي, شيء اسمه اريدوتومي, مشان تنزيل الضغط ويعمل محل تصريف للسائل من الغرفه الخلفيه للغرفه الاماميه. هاي كعلاجات ليزرية. في علاجات جراحية كمان هاي إذا ما سبق تماما, مثل هي إجراء مثلا ممر للسائل من داخل العين إلى الحيز خارج العين تحت الملتحمة تحت التينون. في مثلا طرق, مثلا في شيء اسمه صمامات الفالفز اللي هي عبارة عن مثل أحمد فالف, هذا هو باسمه سمي الصمام. في مولتينو, في كتير أنواع. بنحط مثلا مكان هو بيصرف الماء, أنبوب بنحط داخل العين إلى جهاز اللي هو صمام, بيسمح بخروج السائل من داخل العين إلى خارجها وقت بيوصل الضغط إلى حد معين, بيعود بيفتح وبيسكر, لذلك اسمه فالف, وبيفتح وبيسكر وقت بيوصل لضغط معين. إذا نزل عن هالضغط هذا بيسكر, ما بيعود بيطلع سائل لبرا تلقائيا. تماما يعني هذا كمان بحالات المتقدمة كمان يمكن استخدامه, بيعطي نتائج مقبولة. يعني بشكل عام الجلوكوما يعني في لها كثير اسباب, وفي علاجها يختلف حسب نوع السبب وحسب اكيد السن والمراحل ولا تماما. في ناس مثلا تلاقي يوم مرتاحين على الاطره ومتمين عليها بشكل جيد, وفي ناس بحاجه مثلا لعمل جراحي او لليزري او كذا. جميل. مستمعينا رح نكمل معكم اكيد باخر فقره من طوابه الف. في الفقره القادمه اكيد رح نكون مستمرين معكم في التواصل على ارقامنا 012-61-61-100 011-217-85-85. فاصل أخير وراجعين. طبابة ألف مع سامي بيروتي, العيادة المسموعة. يا أهلا فيكم من جديد مستمعين طبابة ألف, زي ما أكيد قلت لكم مستمرين معاكم في تواصلنا 012-61-61-100 011-217-85-85. لو حابين تطرحوا أي سؤال أو استفسار على الدكتور براء فحام. اتصال من الأخ إبراهيم, يقول ألو مساء الخير. إبراهيم رد تسمعنا من سماعة الجوال وتقفل الراديو مؤقتا. إبراهيم, يا إبراهيم. أيوة. يا هلا, مساء الخير. سنو. بس ممكن لو سمحت ترخي صوت الراديو وتسمعني من السماعة. أيوة. لا لسه سامع صوتي.
كده تمام؟ ألو؟ أيوة. يا هلا فيك. طيب أخوي إبراهيم تفضل. العفو، أنا أعاني من الشبكة، هل في صار لها تطور للعلاج أو ما صار؟ تطور في العلاج أو ما صار؟ علاج إيه؟ أيوة، لأن أنا في عندي طبعاً الرضاق ما يجرد. أها، العلاج النقطة اللي تكلمنا فيها قبل الفاصل دكتور براء تحديدا في علاج الجلوكوما. طيب تحياتي لك أخوي إبراهيم، لأنه في يعني أنا الصراحة الاستفسار مو واضح جدا بالنسبة لي. على العموم أيضا رح أذكرهم بأرقام التواصل على SMS STC 851040 لو حابين ترسلوا سؤالكم أو استفساركم. موبايلي 6603-1 زين 70-13-13. في استفسار يقول عندي طفلة تبلغ من العمر شهرين مصابة بمياه بيضاء في عينها، فهل من الأفضل إجراء العملية جراحيا أو بواسطة جهاز الفاكو اللي قرأت عنه بأنه لا داعي لعمل غرز جراحية وأنه جهاز متطور، فهل في أضرار من الممكن حدوثها الطفل في المستقبل بسبب العملية مثل ضعف بالنظر أو حول بالعينين أو مياه زرقاء أو الآخرين؟ تماماً، الساد الولادي أو الماء الأبيض الولادي بيأثر بشكل كتير كبير على الرؤية. طبعاً لازم أول شيء تنفحص ونشوف هل هي visually significant يعني مؤثرة على الرؤية ولا لا. إذا مؤثرة على الرؤية يجب إزالتها بشكل فوري، أو ما في داعي للجراحة أكيد، ما يعني عفواً مقصود الجراحة الغرز، فأكيد ما راح يكون في غرز. هاي العملية بهيك حالات تنسحب من مايكرو انسيجن، شيء صغير كتير كتير وسيلف هيلينج، وما في داعي حتى للفيكو. يعني أكيد ما في داعي للفيكو، لأن يعني الفيكو بيستخدم لتحطيم النواة القاسية، وعند طفل عمره شهرين بيرشف رشف مجرد رشف، ما في داعي أبدا أبدا لا للفيكو ولا للغرز نهائيا. عملية بسيطة إن شاء الله بتكون سهلة، ويجب إجراءها إذا كانت مؤثرة على الرؤية أو في مركز الرؤية أو لها تبعات بصرية عند الطفل. في استفسار آخر يقول بعاني من وجود سحابة بعيني اليمين، وذهبت أنت عند أكثر من طبيب وعملت موجات صوتية للعين وظهر فيه مياه بيضاء خلف عدسات العين تحديدا، فأكد الدكاترة بعدم وجود علاج لهذه الحالة، مع العلم بأنه مستوى النظر متدني في العين. فهل فعلا ما في علاج ليها، وهل ممكن تؤثر على العين اليسار، مع العلم بأنه العين اليسار سليمة الحمد لله؟ على حسب الكلام، أنه مياه بيضاء خلف العدسة، المياه البيضاء تكون في العدسة حصرا، لا تكون خلف العدسة ولا أمام العدسة، بتكون في العدسة تماما. ولكن هو المقصود الظاهر أنه في سحابات عبارة عن كثافات موجودة في الزجاجة أو في 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 مية العين الداخلية، يعني اللي هي الفيتريوس. بيكون في احيانا عند بعض الناس كثافات خلف العدسه، طبعا هذه طبعا ليها علاج اذا كانت مؤثره على الرؤيه وبنزل فيها القدره البصريه، وكانت ممكن هذا علاجها بشيء اسمه فيتريكتومي اللي هو ازاله باجراء قطع زجاجي حسب مكانها حسب توضعها. اذا مؤثر على الرؤيه اكيد في لها علاج، وما بيصير يعني تنترك اذا كانت حديث التشكل. او طبعا هذا شيء بيرجع انه شو المسبب لها وايمتى ظهرت وايمتى كذا، تفاصيل كثيرة. تمام صحيح، بس من ناحية مبدأ فيه علاج. طيب دكتور، قبل أن نختم الحلقة أكيد حابين كمان أنك تقول للمستمعين بعض الإجراءات الوقائية خاصة لكبار السن، يعني بشكل عام مش تحديدا لمرضى الجلوكوما، بشكل عام متى لازم يسوي تشيك أب، كل فترة يروحوا للدكتور، إيش الإجراءات فعلا لازم ينتبهوا لها يتابعوا أيضا مع الدكاترة والآخرين؟ تمام. هلا بالنسبة للكبار بالعمر، نحن ما نقول كبار بالعمر، نقول الشباب اللي عمرهم 40. الشباب اللي عمرهم فوق، خاصة يعني فوق 40 وخاصة فوق 60. بس فوق 40 بشكل عام لازم دائما أنا أي مريض بيجيني فوق 40 مباشرة بعمل له قياس ضغط العين، هذا الشيء الاعتيادي. بنعمل فحص الساحة البصرية، بنعمل فحص لعصب العين، كتير مهم نتأكد من عصب العين عند كل المرضى، يعني حتى الكبير والصغير. بس عم نحكي احنا كمريض كإنسان عادي بده مثلا عمره مثلا صار ونفرت فوق 40 وهلا ما راح ما بيشكي من عيونه، الحمد لله رب العالمين، ما عنده اي مشكله، فما زار الطبيب العيون، فبقول انا عيوني جيده، ليش حتزور طبيب العيون؟ اوكي عيونك جيده ان شاء الله يا رب، الله يديم عليك الصحه والعافيه، بس عيونك اماني عندك يجب انه تهتم فيها بعد ال 40. صار 40 سنه عم تشتغل العين، بدنا نحافظ عليها، نعملها يعني خلينا نقول نتجاوز بالكلمه نقول صيانه، انه نروح نعمل عليها فحص، نشوف هل في اي اذيه في العصب، هل في اي مشاكل نحن ما نحسين، يعني في كثير انواع امراض ما بيكون ليها اعراض ظاهره وما بتظهر الاعراض الا بعد ما يستشري
المرض أو موضوع الآفة اللي بتكون موجودة، ممكن ببدايتها علاجها بشكل جيد جدا، وممكن التخلص من أي عقابيل ممكن تظهر بعدين في الأيام. فنحن مثل ما قلنا دائما الوقاية أكيد خير من العلاج، مثل ما قلنا العمر اللي فوق 40 خاصة اللي في عنده قصة عائلية من أي مرض من الأمراض بغض النظر، المرضى اللي عندهم سكري يجب، يعني هذول من الناس اللي كتير عينهم تأثر خاصة مع الوقت، يجب إجراء فحوصات للشبكية، فحوصات للعصب، وفحص ضغط العين أيضا. المرضى اللي في عندهم ارتفاع بالضغط، ضغط الجسم حتى يعني كمان هذول لازم يعملوا تشيك. الناس اللي شوي السمران يعني يفضل كمان عندهم شوي الجلوكوما بيكون منتشرة أكثر من غيرهم، فيفضل إنه هون نشوف المرضى اللي عندهم طول نظر دائما لازم كمان يعملوا فحص ضغط العين، مو بس ضغط العين، ضغط العين والعصب العين اللي أعمارهم فوق طبعا الأربعين. بالإضافة طبعا للناس اللي بياخدوا أدوية جهازية لأي سبب آخر، يعني أدوية مثلا فموي لأي سبب آخر، ممكن يعني بعض الأدوية يكون في لها تأثيرات على العين، فيجب أيضا إجراء فحص للعيون بشكل دوري وبشكل منتظم. والله يديم الصحة والعافية على الجميع إن شاء الله. اللهم أمين. دكتور براء يعطيك ألف عافية، شكرا لك على مشاركتنا طبابة ألف اليوم. مستمعينا إن شاء الله تكونوا استفدتوا من حلقتنا اليوم، طبعا أكيد تقدروا ترجعوا تسمعوا عليها من جديد على قناتنا في اليوتيوب على ALIF ALIF FM. كنت معكم أنا سامية البيروتي، في أمان الله.